اليوم بالمول دحنا وندعينا لك حرامات ذيك الدياحه الفاتتك الله شاهد خرنا الناصريه كلها ماكو هيك بس هسه زهرت انا ارد اطلع اختنقت متت خذوني يلا خذوني خذوني يلا 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 كيف دياحه يلا مساء الخير حبايبي، كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم الصحة والسلامة وتحقيق الأمان، وإن شاء الله على جبل عرفات السنة الجاية. شلون بنات، شو أخبارك؟ رجعت لكم فيديو جديد، وأتمنى هذا الفيديو يعجبكم. ولو أنا مقصرة كلش هواي بهاي قناتي، ما سجلت لكم روتينات تنظيفات العيد ولا تعزيلات العيد، يلا ما يخالف إن شاء الله القادم أفضل، ونزلكم روتينات وفيديوهات تعجبكم. احنا بنات احنا دائما ننظف، يعني يوميا نغسل البيت، يوميا نعزل، يعني بكل الاوقات احنا يعني اي شيء نشوفه وسخ او يحتاج تنظيف ننظفه. فهذا العيد مو مثل عيد رمضان، دائما انا اقول كان تنظيفات قبل الشهر الفضيل، ومن يريد يخلص الشهر الفضيل هم نهايته قبل العيد باسبوع نبدا نسوي روتين تنظيفات وتعزيلات. يعني بنات هذا العيد مو مثل العيد مات شهر رمضان الفضيل، يعني كل تشوفينه تقلبينه يمنى يسرى يختلف اختلاف جذري، يعني من التنظيفات من المشترى من يعني الحماس ما اعرف رغم يعني الواحد لازم بعد هي كلها اعياد الله، يعني الواحد لازم يهتم بايام العيد، بس لا بنات العيد ما ترمان الواحد يهتم له كلش هوايه بحكم بنات هسه هذا العيد يقولون عليه عيد الاموات. لا شلون عيد الاموات؟ يعني هسه احنا جت بنت حماي وقالت لقيتنا خيط البنات هيك فساتين بسيطه، قلت لها احنا اشترينا بالعيد مات رمضان اشتريت لهن لبسات جاهزه، فقلت لها ماما هذا العيد انا خيط لك هيك فساتين حلوه وبسيطه، قال اوكي. فمن جت بنت حماي قالت هو هذا العيد عيد الاموات، قلت لها لا حرام لا تقولي يعني شنو عيد الاموات؟ يعني احنا بنات مو بالعيد واحد يروح للاموات، هاي هم ما ادري ياها اللي اكتشفها وخلى واحد يروح للمقبره بالعيد يزور الاموات لان يسوون ضحيه يعني للميتين. فبنات لا هذا عيد الله، عيد يعني الناس الحجاج يعني هاي. فظليت احكي والله عليها، قالت بنت الكبيره قالت شلون تعرفونها بنت عمي من هذا الحكي مالته، فبنت الكبيره هم مثل كلام بنت عمها كلش، انتم ليش خابصين نفسكم؟ هذا العيد مو عيدنا هذا عيد الاموات. لا قلت لهم عيد الله عيد الله الكبير هذا بعد ما شاء الله، يعني الحجاج يحجون ويطوفون وهاي رب ان شاء الله احنا وياكم السنه الجايه على جبل عرفات، يعني مو بعيد عن رب العالمين نروح حجه او نروح عمره. يعني يدعونا بنات دائما اقول متى يا مكه متى، يعني اشوفونها بنات مستحيله مستحيله انه انا خروجي خارج العراق بحكم عندي بنات اطفال بحكم عندي بنات بالمدارس، بس مو بعيد عن رب العالمين اذا اراد يسجلنا حجه او يسجلنا عمره، فكلش مو بعيدة والله العظيم. فإن شاء الله إن شاء الله ونروح مكة تنادينا ونروح إن شاء الله إلها ونمشي بأراضيها، يعني هاي بعد أنا لو يبقى يوم بحياتي وأزور مكة أقول خلاص هاي هي بعد ما أريد شيء من الدنيا، خلونا أموت أنا مرتاحة. أمنيتي أمنيتي بنات أمنيتي أمنيتي إنه أنا أطوف بالكعبة، فإن شاء الله يعني حتى لو مو حج نشوف إحنا الحج بنات صعب خاصة إحنا بالعراق الحج كلش صعب، أول شيء يرايد له ملايين يرايد له معاملات يرايد له بس بالواسطات بس بالها، واللي بنات واللي ما عنده بالمثل بيت أو ما عنده أو ما مزوج أطفاله بعد هاي حكم بعد أكو هواي أشياء لازم الواحد يسويها قبل لا يروح للحج، فيجوز احنا بعدنا ما مؤهلين للحج لان هم احنا عندنا بنات وهم عندنا بالمثل التزامات وهم هاي، بس ان شاء الله نقول مو صعبه على رب العباد اذا ارادنا وكتب لنا الحج ان شاء الله نحجها، حتى اذا ما نحجها هسه واحنا شباب وبحيننا نحجها واحنا يعني نمشي على الكرسي. فدائما انا واخواتي نقول تشالي امتى اذا احنا يعني اذا مو هسه نطلع واذا مو هسه نسافر اذا مو هسه يعني احنا بدايه الثلاثينات اذا مو هسه يعني نمشي ليمتى بعد؟ نهائيا يعني بعد سنه سنتين يجوز حتى الواحد الحيل مالته يقل، فان شاء الله نقول ان شاء الله ننونية و رب العباد ما يقصر ويانا، يعني اذا رب راد شيء فوق كل شيء لو توقف الصافات يعني هذا الشيء بعد مقدر الا البشر يصير. فكلش حلو الواحد يعني يستقبل الاعياد كل عيد بعيده، يعني عيد ضحيه
بعد هذا العيد، يعني مثل ما نقول احنا كل عيد بعيده، مو نقول عيد الاموات، لا بعد هاي احنا يجوز اكتشفناها انه بالعيد نروح نعايد احبابنا اللي ما متواجدين ويانا بالحياه، يعني نروح لهم. وهاي فقلت لشان بنات من جت بتحماي وحكت هاي الحكايه، والله صدمتني، قلت انا عبالي بس بناتي يحكين هذا الحكي، طلعت بتعمهن هم مثلهن، رغم انه يجوز ما سامعاتها ولا هي سامعتهن، يجوز هسه العالم كله ما معيده. فليش ما نخلي احنا العيد وحد ويوم زيارة الأموات وحد، يعني ورا العيد بثلاثة أيام أو ورا العيد بيومين يروحون ويزورون أحبابهم والغالين على قلوبهم اللي ربي يرحمهم إن شاء الله ويجعل مثواهم الجنة. ليش أول يوم يعني فرحة العيد كلها تروح الواحد تلقينا بالمقبرة يبكي ويندب حظه وهاي؟ فهنا أنا بنات أنا ما أيد، والله العظيم ما أيد، حتى لو عزيز على قلبك، يعني أول يوم العيد لا، خلوا أول يوم العيد الواحد يعايد أهله وأحبابه، وثاني يوم العيد يعني يروح يعايد الأموات، يعني يروح لهم. هنا أنا بنات مثل ما تشوفون قلت صاير لي كم يوم لا منزلة غسل مواعين، لا منزلة تنظيفات، يعني صاير لي فترة كلش طويلة وياكم ما منزلة. راح تكسرها ماما، راح تكسرها. وش طبعا مشمش بنات خلصت ماعينة، انا ارد اشكيل كان من هالمنبر هذا من مشمش ماعينة، بس ذن البقين بنات ابد. هاي تفتح الكاونتر وتسحب، مو الكاونتر بسرعة ينفتح، او تسحب بنات الطوس وتفلشهن مرة حتى انجرحت رجلها، او القلاصات مالاتنا ابد راحت. قلتين بعد ما اشتري نهائيا، يعني الفترة ان شاء الله الجاية اذا رحت للسوق وردت اشتري مواعين اشتري بنات بعد ستيل، لحد تقولوا ملاك رجعت للزمن القديم. اي بنات من ضيم قلبي والله العظيم، هسه هي جاي تسمعني، شوفوا قاعده انا بالغرفه تروح للمنضد ماتي مو بيجام تسحب المواعين من عنده، فزي ما كسرتن حتى التحفيات كسرتن ما خلت علينا. فقلت لكم بنات ان شاء الله الفتره الجايه، رغم انه انا قلت ما اروح بعد للسوق وهاي، قلت الفتره الجايه اروحن ما طول خلصنا من العيد، او قلت ليش انا اخيط قبل العيد اخيط اسود العاشور، خاف ما يصلح وهاي، يعني بعد ما مكروه شوي الواحد الخياطه الاسود قبل العيد، يعني ما يصلح احنا بعاداتنا وتقاليدنا ورا العيد بيوم بيومين بثلاثه نخيط. فان شاء الله عد انا قلت هاي الفتره كلها ما اروح للسوق، والله قلت البنت ماما حارة الدنيا، خلصنا أشغالنا، خلصنا يعني مشترياتنا الألوان والهاي الخياطة الدانتيلات، قلت بعد ما نروح. فسبحان الله كل ما أقول أن بعد ما أروح للسوق ما أطلع ما أمشي، لازم تطلع الاحتياجات، وخاصة بنات الأم اللي عتها بنات كل شوية عتها احتياجات، مو ولده هو يطلع يشتري الأشياء اللي يريتها، لا ما طول بعد انا عندي بس بنات لازم فتره اسبوع اسبوعين يحتاجن شيء لازم اطلع واشتري، وما اشتري بنات الاشياء كلها شروه وحده، كل ما يحتاجن شيء او يوصلنا على شيء ابقى اسبوع اروح اشتري هاي الاشياء كلها اللي اريدنها. فان شاء الله بعد راح اشتري قطع لونها اسود خيط لهن نفانيف او بدلات البناتي، واروح بعد قلت لك شان اشتري مواعين ستيل، لان كلش بنات البيت كلنا قزاز، يعني ايش قد ما اشكي لك واقول لك هاي الفتره كسرنا مواعين كلش هوايه قزاز، حتى ابو ملاك ليمتى ما يطب يلقاني المن بالورقه هيك بالمكناسه والورقه، لان يصير كل شوي يلقى المن بالورق، ويعني هاي فكلش هواي والله، من غسلت الارضيه مات البيت يعني شقل شان كلش هواي، طلع قزاز من جوا السينك من جوا الطباخ، يعني من يوقع يطفر داير ما داير، يعني بالجهة خومات الكاونتر لا هاي هنا ما شاء الله بالمكرافة كرفت ليش قد. فمثل ما تشوفون هنا بنات نظفنا، او يرايد بعد يوم واحد كامل ابقي بنات للعيون مات الطباخ على مود شنو يطلع لهن شكل، او للطباخ كله هذا ابقي له يوم ان شاء الله اسوي وياكم روتين الطباخ وحده، اسوي له خلطه حلوه واحط العيون افورهن بيها، او احكوا لنا بنات شلون تاقلمتوا ويا الوضع مات الحر لو بعدكم. انا كل ما اطلع للطار ما انصدم من الحر، كل ما اطلع للطار ما افتح الباب اقول شنو الحر هذا، عبالك اول مره اشوف انحر، ما كان عايشين بالعراق وبالجنوب. فكتبوا لنا الله يساعد اهل البصره، يكتبوا لنا شلون هالكهرباء يومكم، تعودتوا على الحر لو لا. هنا بنات مثل ما تشوفون هذا الكاونتر عندي هم فيه كمية كلش هواية، احنا ننظف البيت بنات للعيد نظفه، وننظف البردات، ننظف الفراشات، نغسل نعدل هاي، وما نبقى بالبيت. فهاي صار لنا احنا 4 ايام يعني نطلع ونمشي، يعني مو ذاك التنظيف ننظف،
بحكم يعني نريد نطلع نريد نمشي يعني الأشياء نغسلها ونغسل الأشياء ونبقى أشياء لأن مستعجلين. فهنا أنا بنات قلت خل أقوم من الصبح وأسوي لي روتين حلو. قعدت شعجت من الصبح وخلصت والتمت المواعين معجانة على صينيتين ما تطحين على المواعين ما تريق بقيتين اتغدينا وخلصنا. قلت هاي بعد لازم بعد أنا أقوم للمطبخ أسوي أربى رب من جميع الجهات مو هيك شلون ما كان. فشلت بنات هاي المرمرة اللي أنا حاطتها على الكاونتر شلتها بعد ما أريدنها لأن مليت منعتها. لأن دائما واحد يشوف هذا الشيء يشوفه يمل من عنده. فركنتها على صفحة راح أغسلها بالطارمة واركنها بالاستقبال لأن أنا مسويتها يعني بعدني ما مكملتها وما فرشتها راح أبقيها هناك على تنكسر فترة ومن أشتاق لها أرجع أحطها على الكاونتر. حلوة هي هاي المرمرة من حاطة عليها يعني الأشياء بس مرات بالتصوير تعكس صورتي فأضطر أنه أنا أشوش. فقلت لك شان شلتها وهنا أنا بنات مثل ما تشوفون جلفته بالزاهي وتايت أنا مسوية خلطة زاهي وتايت ما حطيت قاصر اليوم ما عندي لأن هاي الأشياء كلها خلصت قبل العيد نظفنا البيت بها. وهاي هنا أنا بالوصلة عندي هنا أنا وصلة مسحت الكاونتر كل الزين يعني من جميع الجهات حتى البيبان مالاته نظفتهن بنات عدل. هذا السيراميك اللي ورا الكاونتر هم جلفته بطريقي رغم ما بنات هو كلش نظيف. فالله هنا بنات مثل ما تشوفون خلصنا الغسل مات المواعين خلصنا المسح مات الطباخ مسحت هذا الكاونتر. وهنا بنات راح احطها للعشاء دجاجة يعني حطنها على كيف تستوي على درجة 200 وانا واقفة بعد انا ما طول واقفة بالمطبخ لا انا لغسل المواعين انا لمسح الحيطان انا الاسوي ما طول واقفة بالمطبخ يعني اخلص شغلي كله. فهنا بنات تقريبا صارت الساعة 3 الظهر رغم بنات قاعدة من الفجر وخلصت شغلي وغديت البنات يعني أنا قاعدة قبلهن هن قاعدين متأخرات فغديتهن وخلصنا غسلت المواعين نظفت مثل ما تشوفون. هنا بنات هذا العشاء مالتنا يعني سويته دجاج راح أسوي بنات كبسة يعني دجاجة تنحمس كلش زين نص دجاجة هي أو راح بنات أحط قبل عليها التمن يعني أحمسها ببهارات وبصل وأشياء هاي وأحط عليها التمن ما أريدنها يعني ما يسلقوا هاي لا ما أحبنها. فهنا شلت الهيتر ومسحت الجوار رغم ما بنات بكهرباء والله فمسحت الجوار كل زين من خلص الجدر مالتنا يبقى علي بس الهيتر. وحلو الواحد بنات وهو واقف يخلص شغله حلو هو واقف يعزل المطبخ مالته. هنا عندي هذا الترمس همي أنا راح أرجع المكان هم كله ثلج وماي بارد اللي يقعد من الصبح يخلص كلش بنات هواي أشغال على وقت يعني يخلصها بنشاط وحياة بنات مثل ماش. هنا بنات مثل ما شفون طبعا فتحت التصوير وانطفت الكهرباء لأن مشغلة ماطور أرد أغسل الطارمة والمطبخ. هنا نظفت البيت كل زين فارشة أنا مدات 2 منا مدة ومنا مدة على مود تطلع حلوة. هنا بردتنا هاي الحلوة الكيوت طلعت وجه البيت بنات كله. خنطف التلفزيون هنا بنات مثل ما تشوفون هذا التور اللي اشتريته وياكم قلت لكم المتر 8 هواي بنات قالوا ملاق غالي بعد احنا بنات هنا يمنا حقميت المحلات كلها يلا لقيت هذا التور وكله نفس السعر. تعالوا وياي نغسل بعد المطبخ طبعا هاي انا غسلتها طبعا بنات حلو الواحد يقعد من الصبح يخلص اشغال كلش كلش هواي. فاليوم خلصت شغل شقل كان ما 3 ايام مسح هاي الارضيه كلها زباله لان نظفت الكاونتر قلت لك كان نظفته كل زين السينك نظفته كل زين. هسه نبدي بنات نمسح لان انا بعد ما ابي شي نظيف على مود نغسل الطارمة بعد ما عندي شي خلصت شغلي كله. البيت نظيف كله
طبعا انا قبل فتره هم غسلته يعني المطبخ، يعني مو هاي مو اول غسله له. نظيف ما بي شيء بنات. هاي بنات شايفين هاي الجول كاونتر شقد طلعت قبل يومين من غسلت المطبخ، شقد طلعت بنات من عنده قزاز. الجول كاونتر، الجول السينك، كلش هواي قزاز طلع من عنده. ما يظل عندي سموم حارة بنات من تفتحين باب المطبخ، حتى لو البيت بارد سموم بيجيك. وهنا أنا بنات خلصنا من التنظيف مالت المطبخ، هيك شطفته بنات بس بالماي، لا حطيت له اي شيء للارضيه ولا هاي، لان كلش نظيفه ما يحتاج نجلفها او نقعد يعني نفرك بيها. هنا أنا بنات عندي هذه القونيه مالت الطحين، اجى بالطحين وحطاها قبل يوم يعني وبقت. وهنا أنا بنات زرعات المقاومات الحياه، يعني مقاومات كل اساليب الحياه، رغم ما الجو حار كلش كلش انه مقاومات ما تكاثرن بنات. بس بالحديقه الورد مات الصباح كلش تكاثر، هنا حطيت عود بالسندانات ابد بنات ما تكاثرن. وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى فيديو اليوم عجبكم، واتمنى كنت خفيفه الظل عليكم. كتبوا لي تعليق من اي بلد او من اي محافظه عراقيه شاهدتوا الفيديو او انضميتوا لقناتي. في امان الله وحفظه، يا احلى متابعات، باي باي.